لطالما كررت إسرائيل أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا. والذي استهدف جاء الرد الإيراني على لسان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، معتبرا أن إسرائيل أدخلت نفسها في قتال مباشر مع إيران بعد القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قاعدة التيفور السورية، والذي تسبب بمقتل 17 عناصر تابعين للحرس الثوري الإيراني. كما اتهم الإسرائيليين بتعمدهم استهداف الإيرانيين في سوريا، معتبرا أن هذا الأمر ليس له سابقة منذ 7 سنوات، وذلك حسب تعبيره. من جهتها اتهمت الحكومة الإسرائيلية إيران بمحاولة الهجوم على أراضيها باستخدام طائرة بدون طيار أسقطتها قبل نحو شهرين، حيث صرح الجيش الإسرائيلي أنه بعد تحليل خط سير الطائرة الإيرانية واختبار المخلفات التي نجمت عنها بواسطة أجهزة الاستخبارات اتضح أنها كانت محملة بالمتفجرات، فيما أكد أن الطائرة الإيرانية انطلقت من قاعدة عسكرية في الأراضي السورية، وهي القاعدة التي شنت عليها إسرائيل غارات جوية في وقت لاحق. وتتهم إسرائيل إيران ببناء قوة عسكرية لها في جنوب سوريا وإمداد حزب الله في جنوب لبنان بأسلحة وصواريخ متطورة، كما اعتادت دوما على اعتبار إيران العدو الأبرز لها في المنطقة.